أبواب السياحة في مصر باتت مغلقة حتى إشعار آخر. هذه هي أحد أهم المناطق السياحية في مصر إن لم تكن الأهم، منطقة الأهرامات. هجرها السائحون بعد أن سارعوا إلى مغادرة البلاد بسبب الأزمة السياسية المتأزمة. تذكارات مصر الفرعونية لم تعد تجد أي سائح يشتريها. نفرتيتي ورمسيس وأمن حطب يشتاقون إلى السائحين من جديد. في أكتر من مليون سائح خرج من مصر، ودي الإحصائيات الحقيقية اللي احنا سمعناها، وده الحقيقة اللي موجودة على أرض الواقع. وإحنا بنتمنى أن كل حاجة ترجع، لأن دي بلدنا مصر، ودي أهم حاجة عندنا مصر نمرة واحد، واتمنى كل حاجة ترجع ويجي السائح تاني، لأن بالنسبة لنا دلوقتي ما عندناش حاجة خالص فيها، ما بنشوفش سائح بالمعنى صح يعني. سياحة الخيول والجمال في منطقة نزلة السلمان الشهيرة هي مورد الرزق الوحيد لكثيرين هناك. يقول العاملون في هذا القطاع إن دوابهم بدأت تنفق بسبب عدم تمكنهم من رأي أعلاف لها. الصورة ناطقة بما فيه الكفاية. بعد ما الحصان كان بيأكل بخمسين وستين جنيه، دلوقتي أنا أكله منين؟ دلوقتي هو بيلحس في التراب في الأرض وعمال يخبط ويكسر في الحيطان، إن هو مش لاقي أكل، من قلة الأكل، من قلة الشغل. إحنا ما ذنبناش حاجة من اللي بيحصل ده، إحنا نفسنا الشغل يمشي مش أكتر. ما احنا ولا لينا دعوه بالرئيس ولا لينا دعوه بالناس اللي في التحرير، احنا مشكلتنا كلها الشغل. احنا اهم حاجه عندنا الشغل. انا مش لاقي ولا اكل لاكل نفسي ولا اكل الحصان بتاعي. ما زاد من تعقيد الامور هو ان العديد من الدول الغربيه مثل الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا والسويد والمانيا قامت هذه الدول بترحيل مواطنيها من مصر بعد الاضطرابات الاخيره، وحذرت مواطنيها من السفر الى مصر باي شكل من الاشكال. بات الموسم السياحي برمته مهددا في مصر هذا العام. المتظاهرون والمعتصمون في ميدان تكرير مصممون على مطلبهم الرئيس، وهو استقالة الرئيس حسني مبارك. مبارك مصمم هو الآخر على عدم التنحي قبل موعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل. وبين المتظاهرين ومبارك تزداد خسائر السياحة، وهي ماضية في خسارة المزيد. الخسائر في حدود ال 15 يوم او ال 17 يوم اللي فاتوا دول مش اقل من 5 مليار جنيه 6 مليار جنيه على الاقل، ده اذا توقفت الخسائر عند هذا. كبيرة هي الخسائر حقا، فالسياحة تمثل 14% من اجمالي الدخل القومي لمصر. خسائر كبيرة ومخاوف في محلها من المجهول. احمد ماهر، بي بي سي، القاهرة.